حكمت علينا بالإعدام وسيروا موتوا، سيروا حلينا الحدود، حلينا الحدود، قول لنا سيروا حيدوا من هاد البلاد، احنا ما محسوبينش معاكم احنا. راه ما يفوق 50 أسرة كتاكل من عرس واحد. إذا تحبسني أنا وتخلي هاد الناس، يا إما أنت قاصدني يا إما ما قديتش على ذاك الناس وحقرتي علينا حنايا. الجنوية راه وصلت للعظم، ما بقى عندها فين تزيد. مرض نفسيا علاش؟ حيت راه عندي 5 الوليدات. هاد 5 الوليدات هذا السي العثماني حتى ملي غتحبس عليا الطرف الخبز ديالي اش غنوكلهم؟ راه ما غنبقاش نهضروا من ورا السيطره، الناس كتحشم تهضر. شتي حنا هاد الموسيقيين راه كيحشموا يدويو، هاد الناس كيتسناو عرس من السيمانه للسيمانه، كنخدموا غير السبت وحد، كنخدموش يوميا. وهاد شهر 8 اللي الناس كتاكل فيه شويه طرف الخبز باش تقري وليداتها وباش تشوف مصاريف فوالا، كيحبس لينا حنايا الشهر. حتى حبس لينا الشهر كتقول لينا راه قعدمتينا. رئيس كنقول لك رئيس الحكومه، هذا نداء من رئيس الفرقه الموسيقيه، والله تعدمتينا. هاد الناس هادو راه عايشين العشوائيه، عندك راه خدامين عاب كتافهم، يعني داكشي اللي كيصوروه كياكلوه، عايشين الحد في القد. وكنحمد الله ونشكروه، كنحمد الله ونشكروه باش تقصينا حنا بوحدنا. حشومه عليك والله الا حشومه عليك. هاد الناس راه كرفستيهم، كرفستيهم بزاف، كرفستيهم في العيد. ما داز عندنا عيد كيف بحالنا بحال عباد الله. اقسم بالله لكم قلتي لنا قبل واحد هذا والله ما نشري العيد، راه حيت ما عرفناش حنا شو وصلنا. تبان لك العرس الناس كي حقا كيجيو يبركوا في الكرسي، هذا هو السؤال. جاوبك قلتي لي راه كنبركوا، ما كيبركوش في الكرسي، اش بغيتي يديروا حصيره يبركوا في الارض؟ راه حشومه. الماتريال كان عفسنا ونصف ديال التوقف، الماتريال كلا العصا، الناس عاود جابت فلوس لان ما عندهاش، ما بقاش عندها جيب اخوات، مشات دارت كريديات اخرين، مشاو اللي تسلف من ابراك تسلف، اللي تسلف من عند العائلات ديالو، اللي تسلف من عند صحابو، المهم مشاو جابوا واحد الموارد ماليه، عاودوا انفيستاو في ماتريال، لانك انت اللي عطيتيهم الامل في شهر 6، الناس مشاو انفيستاو مره اخرى، واخا دي بروجي ديالهم ما بقاوش واقفين على الصح. انا مثلا مشيت درت اصلاحات القاعه ديالي، شريت ماتريال جديد، درت مسائل، بديت كنقلب على مثلا اللي كاين الماء، المونادا، لي بواط كونسيرف، المسائل اللي تخدموا بها اللي ممكن تستوكا، درنا فيها ستوك. هنا حطيتينا في ورطه، يلاه بدينا كندخلوا في الصح، لان تنخدموا هذا العام راه ماشي باش نربحوا، راه نتحدى اي واحد في هذا الميدان يقول كيخدم هذا العام باش يربح. كنخدموا باش نغطيوا واحد نسبه قليله من التراكمات اللي تراكمت علينا لمده سنه ونصف، خصوصا اننا لا الدوله قامت بدعم ديالنا، لا قدمت لنا تعويضات باستثناء واحد التعويض هزيل للشغيله المسجله في لاسينيسيس ديال 2000 درهم لواحد الفئه قليله، وما تعطاتش المده كامله، لان ربما واحد 3 شهور او لا اكثر، وما باقي شهور السنه اللي توقفوا فيها ما تعوضوش فيها لحد الان ما تصرفاتش. الا قلنا غير عرس واحد، راه ما يفوق 50 اسره كتاكل من عرس واحد. ملي كنقولوا لي فام ميناج، كنقولوا السربايه، كنقولوا الطباخات، كنقولوا الفرق الموسيقيه، الفرق الفولكلوريه، النقافه معها الصانعات، معها اصحاب الهزه اللي كيهزوا العماريه، معها النقاشه، وداك السيد اللي كيصايب العماريه اصلا في الصناعه التقليديه، الا ما كانش النقافه ما عنديش 12. كاينين اصحاب الطيافر، اصحاب الطيافر وشكون اللي كيهز داك الطيافر، وشكون اللي كيبيع داك الورد والحنه والتمر المزودين، وهذوك الصناعه التقليديه حتى هما كاينين صحاب الورد. يعني واحد السلسله طويله. قرار انك تختار قطاع واحد وتحكم عليه باستثناء، لان الذريعه باش وقفتي هذا القطاع هو انك عرفت تجمعات، والتجمعات موجوده في الاسواق، موجوده في الشواطئ، موجوده في لي بيسين، موجوده في لي ديسكوتيك. تقول لي حق هذوك اماكن مفتوحه، ولكن ديسكوتيك في اوتيل واش مكان مفتوح وكيكون فيه المشروبات الكحوليه؟ الناس كتعرف الواقع، ما غاديش نضرقوا الشمس بالغربال. اذا تحبسني انا وتخلي هاد الناس، يا اما انت قاصدني يا اما ما قديتش على داك الناس وحقرتي علينا حنايا. نديجه الكليان عطينا العربون كما تنقولوا التسبيق، هذاك التسبيق اللي عطينا الناس فاش جا داك القرار كلشي تيتصلوا بينا بغاو التسبيق ديالهم. حنا داك التسبيق اللي تيكون تناخذوا عند الكليان، حنا راه ماشي تيبقى عندنا، حنا تنتصرفوا فيه، تنوجدوا لهم الحويجات ديالهم. دونك انا ما تنهضرش على راسي بوحدي، تنهضر على شي 50 عائله معايا. دونك كاينه واحد الضرر، والضرر كبير.
زعما هذا القرار اللي خرج وخرجنا مفاجئ وما بالك حنا يلا نقولوا يلا حلوا لينا يلا قلنا فرحنا باقا الفرحه ما كملاتش ما كملاش ديك الفرحه ويقول لك خدمنا شفتونا خدامين ولكن راك خدنا خدامين مع دوك الكليان اللي كان عطينا لافونس التسبيق من قبل انا والمدام جوج خدامين في نفس الدومين في نفس المحل دونك كوكات المدام خدام نقولوا كاين واحد المدخول اخر حنا عندنا مدخول واحد انا جالس والمدام معايا جالسه قرار ماشي قرار ظالم وحنا ما قلناش ظالم حيت راه تسدي بوحدنا قطاع الحفل هما اللي تيبداو به حتى تشوفي ستنين كاين المسابح كاينين المقاهي كاين المطاعم وكل شيء لدرجه واحد الكليان عيطت لي قالت لي غدير المناسبه ديال في المسبح حيت المسبح مسموح واش يمكن لك تخدم ليا نخدم ليها في كاين مشكل يا كاين الخدمه مسموحه في المسبح نمشيو للخدمه كنتمنوا من جلاله الملك محمد السادس يتدخل في هذا الشيء حتى شي ما كاين بقى نديرو اش غنديرو اش غيدير الانسان دافع الشيكات ديالنا بعنا الماتريال بعنا شحال من حاجه رهنت انا كاع باش الله تعيش وليداتك والدار منا والدار منا دير قرعات دير قرعات ديرو معنا اش غتبقى تشوف ما كاينش شي بديل كتكون باقي اش غدير اش تمشي تحرق راسك تمشي تنتحر اش غدير ما عندك ما دير بحالك بحال الناس واي دمر عائلات انا دابا قلت لنا ندير بعض البدايات وعدي الكرا وكيفاش غندير وشوف من حالنا وكنتمنوا جلاله محمد السادس يتدخل في هذا الشيء اش خديت انا ماطريا باش رودي ماري بغينا حنا واخا اللهم شويه بعدا ولا والو كاع باش يجي يحيد لك رزقك حيد لي راسي ما تحيدش يا رزقي لان انت انا راه عندي مسؤوليه ديال الدار عندي مسؤوليه ديال الديبو عندي يعني كاين لي فري كثيره كلي فري وتجي انت وتحبس حشومه وعيب وعار راه ما بقاش عندنا غران فين منزل نزيدو يعني الجنويره وصلات للعظم ما بقى عندنا فين نزيد راه الله يجعل شي بارك كاينين الناس بارك الله هنا عندهم واحد الشواهد عليا يعني مستعدين يديروا بزاف ديال الحوايج حاليا كيمشيو الناس كيدفعوا السيفيات في الشركات في كيديروا بزاف ديال الحوايج ما كاينش اللي غيخدمو كاينين الناس اللي داروا كروسه حيدوها لي كاين اللي دار فراشه حيدوها لي كاين اللي دار بزاف د الحوايج حيدوهم لي يعني انت كتحبس هاد القطع وما كاينش البديل راه ما شي حاجه ما هياش يعني كما كدير مثلا حبسوا القطع عطيو الناس بدائل وهاد الناس هادو ما باغين حتى شي حاجه باغين كيطالبوا ب 50% كم تحكمت علينا بالاعدام وسيروا موتوا سيروا حلينا الحدود حلينا الحدود قول لينا سيروا حيدوا من هاد البلاد احنا ما محسوبينش معاكم احنا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم